وبرنامج شبابي تربوي يعتني بشريحة الشباب، يصل إلى أماكنهم، إلى منتدياتهم، إلى الأماكن التي يجتمعون بها ليعرض قضاياهم ومشاكلهم، ويعينهم على توجيههم التوجيه السليم والإيجابي، ويعتني بمواهبهم وهواياتهم. لماذا الشباب ولماذا نعتني بهذه الشريحة بالذات؟ هي شريحة تم بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما استخدم أنس بن مالك، وعندما أرسل مصعب بن عمير إلى اليمن، وعندما كلف أسامة بن زيد على الجيش. لذلك هي شريحة مهمة جدا. عندما اجتمع المسلمون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وهو شاب، فاعتنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وشبابه فيما أبلاه. لذلك مرحلة الشباب هي مرحلة مهمة جدا، يجب أن يعتني بها الإنسان، يجب أن يحتويها الاحتواء الصحيح والسليم، يجب أن يوظف هذه الطاقة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، حتى الإنسان يفتخر بهذه الشريحة، حتى يفتخر الوالدان ويعتز الوطن بهذه الشريحة وهذه المرحلة العمرية. لذلك نحن في طلعة شبابية نعتني بهم ونصل إلى منتدياتهم، فكونوا معنا في هذا البرنامج. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج طلعة شبابية، واليوم معنا لقاء مع أحد الشباب في هذا المكان حتى نلتقي معاه ونسأله بعض الأسئلة التي تخص الشباب. مساك الله بخير طال عمرك. مساك الله بالنور. حياك الله. شلون الصحة؟ طيب إن شاء الله. ممكن تعرف على اسمك؟ محمد العمران. ياك والنعم والله. الساعة المباركة حالك. وإحنا سعيدين بوجودك معنا في برنامج طلعة شبابية. شوف فيكم برنامج حلو خفيف ولطيف، وعندنا مجموعة من الأسئلة. حياك. نبيك تشاركنا معنا إن شاء الله. شنو مرحلة الشباب وشنو خصائص هذه المرحلة؟ خصائص مرحلة الشباب يعني تتميز بأنها عندهم طاقات يبي يطلعونها، عندهم بداية موهبة يبي يطلعها، عندهم قوة، عندهم نشاط كثير، لازم احنا يعني نساعدهم ان يطلعونه بشكل ايجابي. ممتاز، جيد. فانت ترى ان الانسان يجب ان يقضي الوقت هذا الوقت ايجابي، بشكل ايجابي. انزين، معناته الشباب عندهم مهارات. عندهم، كل شاب عنده مهارات. عندهم مهارات، أيه. انزين، اذا ما طلع المهاره هذه واستغلها استغلال ايجابي. طبعا للاسف راح تتجه اتجاه سلبي الى بعيد الشر، المخدرات، الى الشغلات اللي قاعد تطلع بزمننا هذا، فاحنا نحاول كثر ما نقدر ان نساعدهم انه يوخون عن طريق هذا. شلون نساعد الشباب حتى يتوجهون التوجه الايجابي؟ نساعدهم باكثر من طريقه، ابرز الطرق الموجوده ان نشوف شنو موهبه الشاب، جيد. نشوف شنو هوايته، نساعده فيها، نخليه يعني يتطور في الهوايه هذه، يتطور في الموهبه هذه، انه من خلال انه يهتم في يعني اذا اهتم في هوايته. ممتاز، جيد. عندك هوايه؟ عندك موهبه؟ الحمد لله انا امارس التصوير الفوتوغرافي ما شاء الله. في وقت فراغي حتى في بعض الاحيان في شغلي احتاج التصوير الفوتوغرافي. التصوير خلاني اتعلم شغلات جديده، خلاني اشوف الالوان بشكل ثاني، اشوف الاوضاع بالكويت، المدن، الوان السماء، اي كان اشوفها بطريقه جديده بوضع جديد. ممتاز. كم سنه صار لك انت في الموهبه هذه والهوايه؟ الحمد لله الحمد صار لي الحين 6 سنين في التصوير الفوتوغرافي. تعلمت شغلات فيها، تعرفت على ناس جدد، خذيت خبرات من ناس اكبر مني في المجال هذا. اذا انت تجد سعادتك في هذه الهوايه وهذه الموهبه كشاب؟ سعادتي لله الحمد التصوير الفوتوغرافي. ما شاء الله، ممتاز، هذا شيء ايجابي جدا، واحنا نبي الشباب فعلا يستمتعون في حياتهم في هذا الجانب. بالضبط. انزين، بعض الشباب يقول انا مو لاقي نفسي، ما عندي مكان اقدر اتوجه له او استطيع ان اقدم اي شيء معين، او مو لاقي الجهه الموثوقه اللي انا ممكن اشارك معها، هل هذا الكلام صحيح؟ لا طبعا الكلام غير صحيح، كل شاب عنده موهبه مدفونه فيه. شلون يكتشفها؟ انه يعني يمارس كل شيء، يجرب كل شيء في حياته. يعني حتى لو عقب مثلا 20 سنه 40 سنه راح يلقى فيه هوايه. طبعا كل شاب اذا وده يجرب شيء جديد، النوادي موجوده بالكويت، النادي العلمي، المركز العلمي، مركز العمل التطوعي، هذه كلها جهات تساعد الشاب انه تشوف شنو موهبته في يعني في المجال اللي هو فيه. شنو المساهمات اللي ممكن يساهمون فيها الشباب حتى يخدمون بلدهم؟ كل شاب يقدر يخدم ديرته. تمام. يخدم ديرته عن طريق الموهبه، الموهبه هو يمتلكها، سواء انا مصور فوتوغرافي اطلع ديرتي بشكل حلو من خلال الصوره، الرسام يطلع يرسم ديرته بشكل حلو عشان يطلعها بشكل حلو، المنشد يطلع ديرته الاناشيد الوطنيه يقدر يطلعها باحسن صوت باحسن صوره.
كل واحد فينا يقدر يطلع يمثل الكويت احسن تمثيل في موهبته. ممتاز، الله يفتح عليك. كلمه اخيره للشباب اخوي محمد. والله انا اقول للشباب يعني اذا عندكم هوايه واذا ودك تفكر انك يعني تسوي شيء، الانديه التطوعيه بالكويت وايد موجوده وفاتحه الابواب حق الكل، فلا تروح لهم ان شاء الله راح يساعدونك لما تطلع موهبتك اللي موجوده داخلك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه وشاكرين وجودك معنا في برنامج طلعه شبابيه. مثل ما شفنا اعزائي المشاهدين، الاستاذ محمد قدم لنا جانب معين من حياته وكيف انه قاعد يصقل هذه الموهبه في مرحله الشباب، لذلك الانسان يجب ان يعتني بهذا الوقت حتى يقدم افضل ما لديه وحتى يطور من مهاراته. والله يعطيكم العافيه معنا في اللقاء. مرحلة شاب هي مرحلة كل إنسان يعيشها بحياته، وهي المرحلة اللي يكون بداية الرجولة وهي مقتبل العمر. هذه المرحلة احنا لازم نستثمرها بالشكل الصحيح، لأن إذا ما استثمرناها بالشكل الصحيح يتم استثمارها بالشكل الخطأ. وهي مرحلة شاب هي مثل ما يقول لك البنزين اللي يحرك حياة الإنسان بالمستقبل. إذا أنا ما إذا الواحد ما يستثمر حياته بشبابه ما راح يستثمرها وهو كبير. فهو بداية نمو الإنسان بهذه المرحلة الشبابية، فبالتالي يبدي ينمو بعدها على حياته كلها، وتصير نتائج حياته كلها على نتائجه وشغله بهذه المرحلة وهي مرحلة الشباب. خصائصها أن الإنسان يحب، يعني الواحد فيها يحب الحركة، يحب النشاط، يحب المسؤولية، يحب أنه يبرز ذاته، يحب أن يطور من نفسه، يحب أن يعني يحاول أن كنا يقول استغلوني، علموني، أنا أبي أتعلم، أنا أبي أمسك، أنا أبي يعني وهكذا. هذه المرحلة واجبنا من هذه المرحلة أن إحنا لازم نحتويه، لازم نعلمه، لازم نطوره، لازم نكتشف يعني نكتشف وين هو قوي، الجوانب القوية فيه، ونكتشف مواطن الخلل ومواطن الضعف عشان نقدر نطورها ونخفيها تقريبا او ان نقللها. اول شيء لازم يعني ممكن يعني نبعثهم او نشجعهم على دخول النوادي اللي تستثمر هذه الطاقه، مثل النوادي الشبابيه او النوادي المجتمعيه او نوادي الرياضه، نوادي ركوب الخيل وما الى ذلك. بهذه النوادي راح يبدي يستثمر وقته، يستثمر طاقته بشيء يفيده ما يضره بالنهايه، وممكن يكتشف نفسه او يشوف نفسه بهذه اللعبه وبهذا المجال اللي هو يعيشه، فبالتالي يبني حياته كلها على هذا المجال اللي هو يعني شاف او دشه وهو بمرحله الشباب. أسعد الله مساكم كل خير، معاكم الآن في برنامج طلعة شبابية وحوار كذلك آخر مع شاب حتى نستمع له ونسمع كذلك آراءه. مساك الله بخير، طال عمرك. مساك الله بالنور والسرور. ممكن تعرف على الشاب؟ أخوك محمد عبد الله الحمر. حياك الله، سعد مبارك أخوي محمد، وإحنا سعيدين بوجودك معنا في برنامج طلعة شبابية. طلعة شبابية من اسمها خاصة بمرحلة الشباب، وأنت كشاب شنو تعني لك هذه المرحلة، مرحلة الشباب؟ أهم مرحلة بالحياة، المرحلة الواحد فيها يعني يطور نفسه، يحط أهدافه، يسعى لها، قد يفشل مرة مرتين ثلاث، بس لازم يستمر ويستثمرها، لأنها يعني طول عمره اللي بيعيش 20-60 سنة هذه أقوى فترة في حياته، والمردة يعني راح يكون تطويره ومنحنى حياته فيها. ممتاز، جيد. زين، شنو خصائص هذه المرحلة سماتها؟ أهم سمتين بمرحلة الشباب اللي هو الصحة، غالبا الحمد لله ما حصل لا أمراض ولا شيء، والوقت الفاضي، فهو يعني عنده وقت ما شاء الله غالبا أغلب الشباب اللي بيقدر يسوي فيها. يعني عنده أمرين، يعني لازم يستغل فراغه ويستغل صحته في هذا الجانب. بالضبط. تمام، جيد. وإذا ما استغلهم الاستغلال الصحيح؟ حرام، ضيع وقته. يعني هذه المرحلة هي أفضل مرحلة عشان يطور نفسه. يعني الصحة موجودة والوقت موجود، إذا ما استغلها هو خسران. دام تكلمنا عن الفراغ، يعني أنت كيف توجه الشباب لاستغلال أوقات الفراغ؟ أفضل طريقة أن يشوفوا شو يحب، شنو هواياته، يطورها، يشوف الأندية، يشوف الأصدقاء، يشوف الطرق، مدربين، لو دورات، كتب،
امور يطور امور الجانب اللي يحبه، كان رياضه، كان لو طبخ، كان مثلا جانب جنوب جوانب العلم، يدش ويحط وقته فيه. ممتاز، جيد والله، هاي افكار حلوه، عجبتني الطبخ هذه. هل لك هوايه معينه تمارسها انت او انت حريص عليها؟ انا صراحه مهتم بالعلم الشرعي ما شاء الله واحبه، وصار لي مده طويله ادش دورات دروس واقرا بالعلم الشرعي خاصه اللي هو الفقه. تمام، وماشي في هذا الميدان وهالمجال جدا. انزين، ما يشكل لك عائق في حياتك هذا؟ لا، إن غالبا انا حاب الشيء هذا. يعني حياتك العمليه، الوظيفيه، الاسريه، الاجتماعيه؟ لا لا لا، انا غالبا اني قسمت وقتي. تمام، خلاص صار عندي وقت حق دوامي، وقت حق ربعي، خلينا نقول الدروس اللي انا حضر لها، لها اوقات واضحه ثابته نسقها مع مشايخي. تمام، فخلاص الامر صار واضح. يمكن بالبدايه كان في صعوبه، دشت امور على امور، بس خلاص مجرد تحط الجدول الواضح تثبت الامور، خلاص الحياه روتينيه وسلسه جدا. يعني انت تنصح الشباب انهم يرتبون انفسهم، يرتبون جداولهم، ويستطيع انه يمارس اي هوايه معينه؟ قد يواجه مشكله بالبدايه، لكن هي فتره معينه راح يصير امر جدا طبيعي وراح يتطور. اها، زين، بس هذه الهوايه الوحيده عندك ولا ممكن مهارات ثانيه كذلك؟ في بعض الامور، اي مثلا ممارسه كره القدم، مثلا السباحه، بس مو التخصص صراحه، بس يعني مثلا كره القدم. تمام، انا واحد احب لعب الكره. السباحه. تمام، حلو، يعني الرياضات، بس غالبا ادور شيء في جروب، في فريق، يكون ممتع صراحه. جيد، ما تشكل عائق في حياتك كذلك حتى لو عندك اكثر من هوايه او موهبه؟ مثل ما قلت، اذا انت مضبط اهم شيء، خلينا نقول لك امورك اساسيه، مواعيدك حاطه مثبتها، راح تلقى عندك اوقات فراغ، هذا استثمرها. تمام، ممتاز. زين، بعض الشباب يقول انا ما عندي موهبه او هوايه، ما عندي شيء، ما وين اروح؟ في مكان معين تحس انه ممكن يوظف طاقته فيه؟ ما اكو انسان ما عنده شيء يحبه او هوايه، لكن في انسان ما اكتشفها، للحين ما لقاها. ممتاز، فتلقى يمكن يعيش حياه ممله، تمام، ضايق خلقه، هذا اقول له اطلع جرب روح، يا كثر الدورات، تمام، يا كثر المراكز اللي تعطي، بس وين اللي مستعد يبادر يجرب. طيب، جربت هذا ما عجبك، جرب الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، ما ردك، راح تلقى شيء تبدع فيه وتصنع اسمك. يا سلام، وتف يعني خلينا نقول تستثمر وقتك، ما رد راح تلقى متعتك فيه. يا سلام يا سلام. شنو من الاماكن اللي ممكن تقترح حق الشباب ان يقضون اوقاتهم فيها؟ في اماكن وايد، منها مثلا النوادي الرياضيه، النوادي مثلا الالعاب القتاليه، مثلا منها خلينا نقول في بعض المراكز الثقافيه يقدر يروح لها. ممتاز، في النوادي ما شاء الله مثل القادسيه والامور هذه تعطيك جميع الهوايات تدربك عليها، غير في جوانب ثقافيه، يعني في مراكز كثير مهتم بالقراءه، مثلا بالعلوم الشرعيه. ممتاز، يعني منها جوانب. ممتاز، يعني ما شاء الله الدوله مو مقصره، كل شيء موفره، مراكز وجهات ومؤسسات، هيئه شباب رياضه، جواله الكويت، جمعيه الكشافه، مركز العلمي، النادي العلمي، معناته جهات كثيره. لكن شنو المطلوب من الشاب؟ يبحث، يدور، يبحث، وهو موجود. ممتاز، جيد. زين، انت شنو رؤيتك حق شباب الكويت؟ نصيحتك لهم، رؤيتك انه شنو ودك يصيرون في هذا الجانب؟ انا عندي اعتقاد، لو كل انسان يبحث عن شيء فعلا هو يحبه ويبدع فيه ويطوره، الكويت راح تصير له وجه ثاني. يا سلام يا سلام. يعني انت تنصح الشباب انه فعلا كل انسان يستغل اوقاته؟ فعلا، يعني خلي يصنع له اسم. ليش كل واحد يصير انسان عادي؟ ليش ما يصير عنده نجوم؟ كل واحد يطور مهارته لدرجه انه يصير هو ماستر فيها ومبدع ومعلم فيها. يا سلام، ويقدر، هو عنده الوقت والفراغ. يا سلام يا سلام. فلذلك انت توجه الشباب ان كل واحد يجد نفسه ويبحث عن هذا الجانب، عدل معدل؟ صحيح، يعني ما عندهم عذر. يا سلام، هذا احنا نبي شباب الكويت يستمتعون في حياتهم، كل الشباب يستمتعون في حياتهم في هذا الجانب. شاكرين لك حضورك معنا ولقائك معنا في هذا الجانب. مثل ما شفنا اعزائي المشاهدين، هذا اللقاء مع شاب كذلك مميز وتكلم عن هوايته ومهمته في هذا الجانب. نحن نطمح ان فعلا شباب يصيرون مميزين جدا، حتى اسرهم يفخرون فيهم، حتى يعتز فيهم الوطن في هذا الجانب عن طريق حرص على هذه المرحله، مرحله الشباب. خلكم معانا، ما انتهى البرنامج، وان شاء الله ان شاء الله امثله وكذلك مواقف ولقاءات جديده مع برنامج طلعه شبابيه، وسلامة قلوبكم جميعا.
أسعد الله أيامك بكل خير، ومعكم في برنامج طلعة شبابية، ونفس ما تعودنا أن نلتقي مع الأبناء المشاركين في أي هواية أو موهبة في أماكنهم، لذلك نحن نزور الشباب في منتدياتهم، في نواديهم، في مراكزهم، عشان نتعرف على آرائهم وكيف يستطيعون يطورون مهاراتهم الكامنة في كل المناحي. اليوم نلتقي مع أحد الأبناء، ممكن تعرفنا بنفسك؟ خالد رشيد. حياك الله. الله يحييك. وين تلعب يا أخي خالد؟ ألعب بالبي اف اس عند سنسي أحمد هون. ما شاء الله، كم سنة صار لك أنت تلعب اللعبة هذه؟ تقريبا صار لي سنة ونص. صار لك سنة ونص أنت تمارس يومي؟ ثلاثة أيام بالأسبوع. ثلاثة أيام بالأسبوع. قاعد تجد الفائدة في هذه اللعبة ولا مجرد والله ربعي أنا اشتركه ولا يا الخال ويا العمي، ولا مجرد والله يعني أنت فعلا قاعد ترى الأثر في حياتك؟ بالعكس، يعني لا أكيد لها فائدة، وفائدتها كبيرة، يعني الرياضة ودفاع عن النفس، وتلقى أثرها بالشارع ولا بالمواقف اللي تصير لك. ممتاز. أنت طبعا تدرس؟ أدرس. يعني تمام، يعني أنت الحين قاعد تلعب لعبة قتالية، وهذه اللعبة تخلي الواحد دائما وده يمارس اللعبة مع أي طرف آخر. أحيانا ما يصير عندكم هوشة داخل الجامعة أو في المجمع التجاري ولا في أي مكان؟ هل أنت قاعد تطبق هذه اللعبة على هؤلاء، مثلاً تدش عندهم، مثلاً تحاول مثلاً تهاوش معاهم، ولا أنت دائماً دورك ما خلينا نقول مثلاً الجانب الأمان؟ لا، هي تخليك يعني أهدى ودافع الأمان طبعاً، مو إنك تروح تستخدم القوة يعني. تمام، ممتاز. صار معك موقف مرة مثل هوشي قدامك حاولت تفاككهم مثلاً، أو حاولت مثلاً تطبق بعض التكنيكات اللعبة هذه معاهم، ولا ما صار؟ مريح بالك لحد الآن؟ الحمد لله. إنزين، سؤال يطرح نفسه، إحنا قاعد نلاحظ مظاهر العنف عندنا في المجتمع، ما يمر عندنا يوم يومين ثلاثة أسبوع إما هوشة في مجمع، هوشة داخل الجامعة، في أي مكان عام وغيره في هذا الشيء. ما تظن مثل هاي الألعاب هذه تساعد إن الواحد ممكن يمارس العنف في المجتمع؟ لا بالعكس، ما أشوف أنها تساعد، لأن هي بالعكس لعبة تهدي الواحد وتريح الأعصاب يعني، فما تحتاج إنك تستخدمها يعني. إلا المواقف اللي تضطر فيها. يعني أنت الحين قاعد تفرغ طاقتك في ممارسة مثل هاي اللعبة. جيد. إنزين، شنو أسباب العنف اللي إحنا قاعد نشوفها داخل المجتمع عندنا؟ الشباب ليش يمد إيده على الطرف الآخر؟ ليش يتلفظ؟ ليش يحاول يعني يسوي مشكلة في أي مكان عام، وخاصة في تجمعات العوائل ومجمعات تجارية والأسواق وغيرهم؟ الحين قاموا الشباب تقريبا يتهاوشون على أتفه الأسباب، يعني على خزة، على كلمة، على أي شيء، والناس تحب المظاهر قدام الناس وفعلا ترى وايد نماذج شفناها، وهو يظن الآن هو حر نفسه، أنا لما أمد إيدي ولا أطق وغيره في هذا الجانب عبال الموضوع انتهى، هو ما يدري راح يجرجر أمه وأبوه، محاكم ومخافر وقضايا وحكم وبالنهاية سجن وغيره، أو ربما غرامة أو أي أمر معين في هذا الجانب. عدل معي، تتفق معي في هذا الرقم؟ أكيد أكيد. إنزين، شنو الأمور اللي ممكن نطور لها؟ يعني قاعد أتكلم هوشة مدة إيد، ما بعدها ممكن تصير مشكلة أكبر؟ ان طبعا اكيد يمتنع من الالات الحاده، لان راح تؤدي الى القتل ولا الاعاقه ولا غيره، ويستخدم يعني مثلا التعليمات اللي علمونا اياها هني بالنادي انك توخر الاذى عنك بطريقه سلميه. ممتاز، عندكم ضوابط التعليمات بالنادي؟ طبعا. شنو التعليمات؟ خلينا نستفيد احنا. انك يعني تبعد السكينه من غير لا مثلا تكسر شيء بجسمه وتعوره مع الطرف الآخر، مثلاً تتجنب بعض الأجزاء من جسمه إنك تعوره فيها، شلون تعامل مع شلون الثبته مو تكسره. إيه هو طبعاً ثبته ما تعوره يعني. جيد، ممتاز. نصيحتك حق الشباب بالعموم شنو تنصحهم؟ هل تنصحهم إنه مثلاً يدشون نفس الألعاب هذه كلها، ولا عندك رأي ثاني مثلاً؟ لا أكيد، إذا هذه الألعاب تهدي وتعطيه ثقة بالنفس وتمنع عن المشاكل برا، أكيد إنه يدش نادي نفس هذا. تعطيه ثقة بالنفس. انت لقيت نفسك في هذا المكان؟ اي. شلون؟ انك تكون يعني اذا قادر على انك تسيطر على الموقف من غير لا تأذيه ولا. تذكر لنا بعض المواقف اللي مرت معاك مثلا؟ ما مرت اي مواقف، بس شيء نفسي. شيء نفسي من داخل، يعني انت تشجع نفسك من داخل ان الوضع ترى طبيعي ما في اي مشكله.
كذي الوضع. اسال الله يوفقك ويسر امورك، احنا سعيدين بوجودك معانا. وفعلا الناس ما شفنا اخواني الكرام اخواتي الكريمات هذا النموذج، نريد الشاب يعني انه فعلا يتمثل الصوره الايجابيه، الانسان يصرف هذه الطاقه بدال لا يصرفها في اذى الاخرين، وانما يجعلها في ابراز يعني شخصيته، تقويه الثقه بنفسه، ممارسه هوايه نافعه هو ينتفع فيها، حتى يفخر به الوالدان ويعتز به الوطن. والله يعطيكم العافية، ومع لقاء آخر إن شاء الله نلتقيكم بإذن الله عز وجل. طبعا اليوم احنا راح نتكلم عن البي اف اس، او اللي هو السيستم المتخصص حق الدفاع عن النفس في الشارع، او العسكريين وال العسكر طبعا، ويا الناس المدنيين اللي يدافع عن نفسه من المواقف اللي تصير وياه بالشارع. يعني كل انسان يسوي الشيء اللي يحبه، طبعا ما راح يعني تبدع بالشيء اللي انت قاعد تسويه الا اذا حبيته. صراحه في الايطاليه يعني صارت او كانت بالبدايه فضول عندي اعرف شنو هي، بعدين صارت هي حياتي، يعني جزء من حياتي. ما في يعني علم دقيق يقول لك 100% اذا لعبت الفنون القتاليه راح تصير انسان هادي. في ناس تلعب فنون قتاليه ونشوفها التهاوش بالشارع وتسوي المشاكل، لحد الان نشوفها يعني ان بعض لاعبي الفنون القتاليه هالمشاكل وهذا، ولكن هي ترجع على شخصيه الانسان نفسه. هي تقلل، صحيح انها تقلل جدا وتعدل الشخصيه، لان الانسان قاعد يفرغ الطاقه الزايده اللي عنده في مكان مخصص، هذا واحد. اثنين، قاعد يتعلم الآداب الموجودة داخل الفنون القتالية. أنا أقول لك الفنون، ما أقول لك الألعاب القتالية. الألعاب القتالية هم مجرد أنك تبي تتعلم عشان تلعب حق بطولات. أغلب المشاكل اللي قاعد تشوفونها هي من الألعاب القتالية مو الفنون القتالية. الدفاع عن النفس واجب، سواء بالقانون هو يحميك أو في الدين، أن أنا أدافع عن نفسي إذا صرت في موقف. أنا مو المعتدي، ولكن أنا مدافع عن نفسي. الشخص لازم يكون شجاع، لازم أعلم ولدي على الشجاعة، ولكن ما علمنا يروح ينتقم من الناس، او انه اللي يتسبب بالمشاكل، او انه يجمع ربعه مثلا اربعه خمسه على شخص واحد. مو صفات الرجوله طبعا. الصغير اذا بدا في الفنون القتاليه من هو صغير واستمر فيها تختلف شخصيته 180 درجه، هذا شفناه واقع. كل اولياء الامور اللي يبون عيالهم من يستمر اربع خمس شهور يقول انا لاحظت تغيير كامل في شخصيه الولد. اول شيء مثلا ان الولد كان يخاف، الحين اصبح شجاع. الولد كان كله هواش في المدرسه، الحين ما قام يتهاوش في المدرسه. كان يطق اخوانه، كان يطق عيال خالته، الحين ما قام يطقهم، لانه قام يفرغ طاقته، انه قام يتعلم ان مثل ما تقول لا يغرك ان انت قوي، لازم في اقوى منك. فبالنسبه للصغار واجد مهم. المشكله اللي صاير بالشارع ان الواحد ما قاعد يتهاوش عشان ادافع فيها عن نفسي، قاعد يدافع عشان انا اعتدي، عشان ابوصل الشخص اللي قدامي لاقصى شيء من الالم والعنف اللي انا اقدر اوصل له اياه. من مجرد انك تستخدم آلة حادة في الشارع او الطق وتشوف الدم تبي مثل ما تقول تنعمي او تدش في حالة الجنون، يلبسك ابليس فما تصبح تركز، فتلقى الطعنة تصير اربعة خمسة ستة الى من واحدة منهم تصير هي القاتلة، او طقة العصاية مرة مرتين ثلاثة تفقد الاحساس بنفسك مسبب لها اصابة او عاهة او شلل. او هذه المشكلة قاعدة تصير عندنا ان الانسان يعني قبل كنا نسمع ابوي وابوك كانوا يتهاوشون، يعني كنا نسمع هواشهم، لكن كان مجرد معافره او مصارعه واخرتها هذا رد البيت هذا رد البيت. الان ما في عندنا اي هوشه تصير باليد، يعني يا سكين يا ساطور يا عصات يا رنج، هذه المشكله. والله نصيحتي اول شيء طبعا اهتم بدينك، اهتم باخلاقك، شوف لك شيء تسويه بحياتك. يعني ما يصير شاب عمره بال 15 16 سنه ما عنده شيء، قاعد يختار بالمجمعات من مكان لمكان، قاعد اللي بالسوق، يعني ما هي شخصيه صحيحه. لازم تشوف لك هوايه انت شو اللي تحبه، ما هي لازم فنون قتاليه، يعني ممكن اي شيء انت تحب تسويه، اي رياضه ثانيه، مو شرط رياضه، اي شيء ادبي، اي شيء علمي انت تحب تسويه، بس اشغل فراغك، اذا ما شغلت فراغك بشيء مفيد بتنشغل بشيء سيء.
أسعد الله مساكم كل خير، ومستمرين معاكم في هذا البرنامج، برنامج طلع شبابية. فكرة البرنامج نلتقي مع الشباب في أماكنهم، في منتدياتهم، في مراكزهم، في نواديهم، نسمع منهم، نحاورهم، نتناقش معهم، حتى نتعلم كيف يقضون أوقات فراغهم، كيف يستطيع الإنسان أن يكون إيجابي في الحياة ويتجنب السلبية. اليوم معنا مع طاقة وطنية ومع شاب مميز ولاعب كويتي يمثل بلده في أحد الألعاب. نلتقي مع الآن مع الأخ الكريم، ممكن تعرف على اسمك؟ جاك جاسم مصباح. والنعم والله سالم عليك. الله يسلمك. شنو اللعبه اللي انت تلعبها؟ انا طبعا بدايتي سنه 94. ما شاء الله. كنت العب كاراتيه، كان عمري 6 سنين، كاراتيه اسلوب الشوتوكان، والمؤسس الاستاذ احمد الهولي تاسس عنده انا. ولعبت عقب عنده لعبه الجيوتسو. وانضميت حق نظام البي اف اس اللي هو نظام قتال فعال تقريبا من 4 سنين وياه. ما شاء الله، يعني صار لك الحين خلال 4 سنوات انت قاعد تلعب هذه اللعبه. نظام البي اف اس 4 سنين تقريبا. ما شاء الله. انزين، هل انت قاعد تستمتع فيها؟ اي اكيد. من اي ناحيه؟ من الناحيه البدنيه، من ناحيه شيء استفيد فيه، ما اضيع وقتي شيء فاضي، ولا يعني وقت فراغي استفيد من الناحيه البدنيه والناحيه العقليه والناحيه القلبيه، كل شيء فيها لياقات وايد، يعني فيها امور وايد اقدر استفيد منها، مو بس انها تضيع وقت. ما شاء الله، ممتاز. شيء ايجابي هذا. انزين، طبعا الحين تدرس في الجامعه ولا؟ لا، انا موظف. انت موظف. ما شاء الله. انزين، احيانا ما تلاحظ ان هذه اللعبه ممكن تشجعك او تعينك على العنف؟ انا زين، اذا انا يوني 3 4 5 وراكبهم الشر، انا شنو اسوي؟ ما يصير احط لي اعراض. لا، انا احمي نفسي. انا احمي نفسي، لكن انا ما اقتص من الاطراف الاخرى في الاله. لا، انا ما اخذ حقي الا بالقانون. ممتاز. انا اتكلم عن الوضع نفسه. الوضع لما يصير، انا ما يصير اوقف بزاويه او اصرخ او لحقوني وهم قاعد يطقوني بعصا، ولا قاعد يطقوني فناجر، ولا قاعد يطقوني بوكسات، ولا حتى لو بطابوق او بصخره، ما يصير. فلازم اني ادافع عن نفسي. صح. مو شرط ناطق، بس اني انجب نفسي. وهذه النقطه احنا معاك فيها، ان الانسان يحمي نفسه. نعم. السلامة كثر ما يستطيع، لكن ما يتعدى على الآخرين. إحنا بلد قانون، في بالضبط. نظام، فلذلك القنوات الرسمية هي تأخذ حق الإنسان فيها. بالضبط. إحنا شيء نظام البي اف اس عنده رسالة، اللي هو مو دافع عن نفسك قبل لا تطق. دافع عن نفسك إنه افتراضا إنه بدال لا تجيب طعنة مثلا بالشريان هني، تجيب كتفك. بدال لا تجيب عصب راسك، تجيب إيدك تنكسر. فهذا الموضوع نجاة، مو إنه أدافع عن نفسي بطق ولا أرد الطعنة بطعنة. وإذا انتهى الموضوع هني ألجأ حق القانون. يا سلام. الله يعطيك العافية، مشكور ما قصرت. احنا شاكرين حضورك معنا ولقائك معنا في هذا اليوم. الله يسلمك. شلون انتم مشكورين؟ الله ما قصرتوا. الله يسلمك ان شاء الله. مثل ما شفنا اخوان الكرام اخواتي الكريمات، هذا اللقاء مع هذا الشاب الكويتي، وكيف يعني قاعد يقضي اوقات فراقه في مثل ممارسة هذه الهوايات النافعة. طبعا يعني كل شخص عنده هواية او يعني فن معين يميل له ويزاوله، ولا شك انه يكون هو جزء من حياته. فانا بالنسبة لي صارت يعني الفنون الدفاع الذاتي حقيقة جزء من حياتي، ولا انظر لها نظرة يعني نظرة رياضية ولا نظرة يعني بطولات، رغم اني شارك في كثير من البطولات. يعني انا العب بطولات، من لعبت فنون قتالية إلى يعني تقريبا آخر بطولة شاركت فيها قبل 6 7 سنوات أو أكثر بعد، ثم توقفت. لكن أنا أرى أن الدفاع الذاتي هو أشمل ويعني وأكبر من كذي، وهو يعني الدفاع الذاتي هو أصلا يعني وجوده للدفاع عن النفس، للشارع، يعني يحمي الإنسان في نفسه وأسرته وأهله، وكذلك أهم شيء أنه يحمي وطنه. إذا حمى وطنه معناته حمى مجتمعه وحمى أهله. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج طلعة شبابية. ومثل ما شفنا هذه الزيارة المباركة لهؤلاء الشباب في النادي، التقينا معاهم، التقينا مع الكوابتن وجرينا معهم حوارات، وسمعنا منهم كيف الإنسان يقضي على هذا العنف في حياة الشباب، وكيف الإنسان يوظف طاقته في الجانب الإيجابي. كذلك كان عندنا شق آخر، التقينا مع الشباب نفسهم اللي يمارسون مثل هذه اللعبات. هذا الذي نريد أن نوظف طاقات الشباب، مهارات الشباب في الجانب الإيجابي، حتى الإنسان يتجنب الوقوع في أي مشكلة.
مشكلة، كذلك حتى الإنسان يعيش آمنا في بلده. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يوما فقد حيزت له الدنيا. أول نقطة، آمنا في سربه. الأمان نعمة عظيمة يجب الإنسان فعلا أن يحرص عليها حتى الإنسان ينعم في بلده. ورب لك الحمد، إحنا في الكويت ديرة أمن وأمان، مستمتعين في هذا الأمر. أسأل الله عز وجل يديم علينا هذه النعمة. فلذلك نريد للشباب أن يتجنبوا مثل هذه الأفعال السلوكية، أن يتجنبوا العنف وهذه الصور السلبية في الحياة.